ورجعت لكم تاني وضيف جديد بيموت في تراب مصر. معايا حد هيعلمني وهيعلمكم ازاي ندافع عن نفسنا. معايا خبير الفنون القتاليه والدفاع عن النفس مينا عادل. ازيك يا مينا؟ ازيك انت؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ تمام، كله كويس. اخبارك ايه؟ هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل مواقف جديدة ممكن لو أنا تعرضت لها في الشارع إزاي أقدر أدافع بيها عن نفسي؟ إزاي أقدر أواجه الخطر بأقل مجهود؟ أنت عارف أنا لسه كنت بقول لك قبل ما ندخل إن أنا بخاف جدا من الحاجات دي، بس أول ما قلبي على الفقرة اتحمست لها جدا، وخصوصا إن أنت بتعمل على نشر ثقافة الدفاع عن النفس في مصر وبره مصر، ودي حاجة حلوة جدا. هو فعلا اصلا اي حد بيجي يتدرب اصلا معانا كمان مجرد ما هو دخل في مود ان انا خلاص هكسر حاجز الخوف ده وهتعلم وهعرف. انت عامل كورس مخصوص لده مش كده؟ هو كورس مجمع، واخد اكتر من منهج، اكتر من لعبه قتاليه، متاخد منه الاجزاء الواقعيه اللي كلها ينفع تتطبق في الشارع. طب انا عرفت ان انت اصلا خريج تجاره. دي حقيقه. يعني بكالوريوس تجاره. بالظبط. ايه اللي وجهك التوجه ده يا مينا؟ لا، هي دي دراسه ودي هوايه، يعني هي دي اول موضوع كده. بالظبط، هو الموضوع متاخد. انت مثلا بتلعب رياضه مثلا وانت صغير او حاجه؟ من وقت التجاره. من وقت كليه التجاره. يعني من وقت، من بعد نمشي يعني في السكه دي، من اخر ثانوي بالظبط. هو الموضوع بدا بعيش الهوايه يعني، لغايه ما هو هي القصه اصلا هي دي رياضه اصلا اللي هي الدفاع عن النفس. دي حاجه صيني مش كده؟ يعني دفاع عن النفس هو اصلا هو كمصطلح هو يندرج تحت اي لعبه قتاليه، انما احنا جمعنا فيه اكتر من منهج من الالعاب اللي انا لعبتها. يعني منها مثلا الايكيدو، منها مثلا لعبه اسمها السيلات. انت لازم تقول لي كل حاجه من دول ايه. اي حاجه هتقولها تشرحها لي، هشرح لك كل حاجه للجمهور بتاعنا. منها فن ده اسمه فن قتالي بقى، دي مش لعبه، اسمها سيستيم الروسي. روسي مش صيني. لا، روسي مش صيني. تمام. ففي اكتر، فكل لعبه هي ماسكه تخصص معين، لان هو عامه دايما انا معلوماتي ان انت اللي علمك صيني. هو انا خدت انا خدت كورسات مع اكتر من خبير، مع اكتر من مدربين عرب واجانب. تمام. كل واحد بتتعلم منه حاجه بالمدرسه بتاعته هو. بناخد ايه بقى اللي ينفع يناسبنا احنا، ينفع نطبقه هنا في ثقافه مجتمعنا، لان في حاجات ينفع تتطبق وفي حاجات هي بس للشو على البساط، للهوايه بقى نفسها، ان انت بتتعلمها للهوايه او لشكل الشو. لكن في حاجات اوريدي بتحصل في الواقع. انت عارف دلوقتي يعني مهم قوي ان انت حتى تتعلم ازاي تدافع عن نفسك. هي دي بقى فكره الثقافه اللي احنا عايزين نعمل لها نشر. يعني هو اصلا مش شرط ان انت تكون لعبت اي لعبه قبل كده، مش شرط ان انت تكون يعني مش شرط يكون شخص رياضي خالص. ممكن بنت، ممكن راجل كبير في السن، ممكن اي حد. هي كلها اساليب مبتكره. حلو قوي كمان ممكن بنت. طبعا. ده في كورسات مخصوصه للبنات. لاني اصلا شكل يعني نطمن يعني. لا يعني كل البنات تطمن يعني. بصوا خلاص مينا معانا وهيعلمنا كل حاجه وهيبتدي بيا يعني. يلا يا مينا. هو ببساطه لان هو الشكل، المشكله او الموقف في الشارع مع البنت غير مع الولد. يعني ما الوضع بيبقى حساس شويه طبعا. لا، ده موضوع وده موضوع. يعني ده شكل موقف وده شكل موقف تاني خالص. هو ممكن البنت تبتدي مثلا بمثلا بتحرش لفظي، بعد كده ممكن تبتدي بقى بالتعدي بالايد، انما الولد ده موضوع تاني. الولد ده بتبقى اشتباك على طول. بتبقى خناقه في الشارع، ولد مع ولد او ولد مع مجموعه، وبيتخانقوا وبيدافع عن نفسه. بالظبط. لكن البنت، انت عارف وانا ليه مدققه شويه في حته البنت؟ لانه فعلا موضوع التحرش اللفظي او التحرش الجسدي يعني ظاهره او قضيه بنتناقش فيها كتير دلوقتي في المجتمع المصري. احنا 80% بيتدرب معانا اصلا بنات، لان هم اللي بيبقوا ما شاء الله. طب هو احتياجهم، هو الاحتياج الاكتر للبنت. اللي بتبقى واخده الموضوع بجديه البنت. عارف مش للدرجه دي قوي يعني. مش عايزين نقول ان الموضوع بقى فيه تحرش بالشده دي قوي، بس هي يمكن راحه نفسيه ان انا هعرف ادافع عن نفسي. حتى لو انا بنت ضعيفه، حتى لو انا لابسه اللبس ده مثلا، انا هعرف ازاي ادافع عن نفسي وانا ماشيه في الشارع، مش كده؟ اصل خلي بالك، هو القصه كلها مش بتتقنن عند التحرش بس. يعني في خطف لا قدر الله، في سرقه بالاكراه، في ممكن تعدي على حد معايا. يعني ازاي احمي حد كمان معايا؟ يعني فرضا انا لسه كنت هسالك، هل يا ترى اقدر احمي نفسي بس، ولا اقدر يعني افرض ماشيه انا وبنتي مثلا
اقدر احمي نفسي واقدر احمي بنتي معايا مثلا. بالظبط، ما هو بس هو ده، هو ده المستوى اللي بيكون متقدم شويه يعني. انا مش هينفع ان انا في اي حاجه انا بتعلمها ان انا اخش على مستوى 4 قبل ما اكون عديت على 2 و3 و1. هي دي الفكره، فان انا اعلي سرعتي ان انا اقدر احمي مش بس نفسي، احمي حد معايا، ده ليه يعني ايه، ليه منهج تاني، بس لازم اكون عديت الاول ازاي اعرف احمي نفسي. يعني بتيجي ناس ساعات كتير مثلا مستعجله، هو مثلا عايز يتعلم ازاي يدافع نفسه ضد السلاح. طب انت مش بتعرف تصد قبضه، هتعرف تصد سلاح ازاي؟ عارف الاسبوع اللي فات كان في خبر كده الواحد صحي عليه يعني لا قدر الله، على السوشيال ميديا، كانت البنت اللي هي المعروفه باسم فتاه المول، كانت يعني المتحرش ده اللي عورها في وشها بسلاح. بالظبط، كانت حاجة مؤلمة جدا يعني طبعاً. حاجة مؤلمة جدا، متحرش بيها قبل كده من فترة طويلة وخرج من الحبس عمل كده كمان. طب يا ترى هتقدر تدافع عن نفسها؟ يعني في الكورس في دفاع عن النفس عفوا، في دفاع عن النفس، وحتى لو الشخص التاني معاه سلاح. طبعا هو كل حاجة ينفع، يعني مفيش حاجة بتحصل في الشارع هي ملهاش حل عندنا، لان هو اصلا هو المنهج ده اتحط لمواقف الشارع مش لبطولة. انا مش بوصلك لمستوى معين عشان تاخد حزام او ميدالية. أيوه. مش ده الهدف، او مش دي الفئة اللي احنا بنخاطبها. انا بخاطب الشخص اللي هو او البنت او الست اللي عايزة تعرف تتصرف في موقف خطر. تمام، وهي مش ممارسة لاي رياضة. فبسلاح بتبقى اصعب ممكن. طبعا لو هي مش ممارسة لاي رياضة، مش كده؟ يعني هي عادي ملهاش علاقة. هي قصة تانية خالص يعني. حلو، ده يشجعنا ويشجع البنات كلها يعني. دي حقيقة فعلا، عشان كده طيب. بقول لك 80% من الناس اللي بتتدرب معانا هم بنات. طيب الحمد لله، يعني الثقافة انتشرت، يعني هدفك حصل يعني الحمد لله. لسه لا ان شاء الله ان شاء الله. طب بص بقى، انا اصلي سمعت ان انت جايب معاك حد وهتورينا بقى الحاجات دي عملي، عايزين نوري الناس ونعلمها ازاي، سواء رجاله سواء ستات. انا جاهزه للخناقه على فكره يعني، لو عايز اي مساعده انا معاكم يعني. اوكي طيب اتفضل يا عبد الله. هو الاخ عبد الله مشكورا هيساعدنا. تعالى كده اقف انت كده. اول موقف لو انا مثلا هفترض ان انا المفروض اللي قدامي خلاص هو قرب عليا، المفروض يبقى عندي حاجه اسمها، في حاجه اسمها سرعه رد الفعل. ان انا ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان انا مش زي اي لعبه، مش لو حصل معايا موقف تعدي مش لسه بقى هعمل اللي قدامي التحيه، انا مش بلعب على البساط. انا المفروض انا في موقف لازم يكون رد فعلي سريع جدا. فهو مجرد انا ما بلاقي الايد بتترفع انا لازم يبقى رد فعلي سريع كده، مجرد ان انا الايدين بقى يعني ايد تزق الايد وايد تضرب على الرقبه. تضرب على الرقبه او تمسك في الرقبه. يعني انا لو انا خرجت كده اهو، خرجت كده، حاول توصل ايدك الثانيه كده، هي كده مش واصله. ليه؟ انا باعد وشي، لازم رقم واحد انا وشي ما يكونش مقرب من اللي قدامي كده، لازم ابقى انا شايف وسطي وانا واقف. بس مش ارجع ورا قوي كده عشان ما يكونش ما فيش توازن، لكن انا وانا بالوضع ده. تمام، طبعا احنا بنعملها ببطء شويه عشان الناس تفهم. ماشي، تكمله الموقف، لو انا دخلت على المفصل ده بايدي دي كده اهو، انا كده خلاص جبته بمنتهى البساطه. استنى اعملها تاني بقى من الاول. انت الاول هتحوش بايد وهتخبط بالايد الثانيه، هما الاثنين مع بعض في نفس الوقت. في نفس الوقت. وفي نفس الوقت انت اوريدي واقف معتدل جدا. بالظبط بالظبط. وبعدين اعمل بقى الحركه الثانيه اهو. بصي الاثنين بيخرجوا مع بعض كده. مظبوط. تمام، خش كده اهو، دي خرجت كده ودي مسكت كده اهو. مجرد مسكت كده، ما زقتش كده. لا ممكن. لو هتزق هتضرب في الحنجره. احنا كل اختيارنا اصلا دي خبطه شديده، مش كده؟ دي على فكره دي لو اتضربت بكل قوه اللي بيضرب دي قاتله. مش مؤذيه بس. تمام، بعد كده انا مجرد ما دخلت كده اهو، هخش بايديا اللي جوه اللي هي كانت ماسكه رقبته على المفصل ده، يعني مش هخش هنا ولا اخش هنا. هنا لو هو نشف قصادي مش هعرف ان انا اخليه يتجاوب معاه. بالظبط كده، لكن دي مجرد ما انا دخلت كده اهو مسكت. بص دي كده خلاص، دي كده اللي هتعرف تروح كده ولا هتعرف ترجع تاني. طب فلفص كده يا عبد الله شويه يعني. بص فلفص منه كده عشان اكيد هيبقى فيه فلفصه. ما هي الفكره في حاجه بقى، الفكره ان هو لو هيتعمل يعني لو هيتعمل بالسرعه الطبيعيه. تمام، اضرب كده تاني.
خلاص وصلت؟ اه لا وصلت. عبد الله اتفك، خد بالك من عبد الله. تمام. مبدا المسكه حتى لو هو ايده وصلت، حتى لو هو ايده وصلت ليا، انا ما ينفعش ان انا اقاوم المسكه بان انا احاول ان انا افك ايده. ايده دي اكيد اقوى. ايده دي اكيد انا كبنت حته تانيه تعمل. لازم اختار. لازم اختار نقط قوي. لازم اختار نقط ضعيفه، لو انا ضربت فيها هو لازم هيسيب. هي النقط دي هي عنده الحته هنا كده عند الكوع، عند الكوع هنا في عظمه، مهما كان الدراع مليان هيبقى في عظمه بارزه هنا وفي عظمه في ظهر الكوع. ايوه هنا اهو، بالعظمتين دول بتوع كل ايد من القبضتين دول، لو انا خبطت بيهم، لو انا خبطت كده اهو سقفت بس بظهر ايدي هنا اهو، هي دي هتعمله حاجه زي كهرباء تضرب صح. بس هو اهم حاجه لازم يبقى ماسك كده كل ما هو هينشف. وانا ضربت كده اهو هو لازم دي هيسيب. عبد الله خلاص على فكره، وعبد الله الكهرباء يعني. بص عبد الله انت طبيعي كويس؟ انت كويس عبد الله؟ طيب ماشي الحمد لله. طيب في يعني ناس كتير مين احنا عايزين عبد الله يكمل معانا. اوكي اوكي ما انا عشان كده بشرحها بس. ايوه. طيب يلا وريني بقى. في ناس تانية بتسالنا لو فرضا في تعدي بقى بالسلاح، يعني هل هينفع الحركات دي بقى حاجة. لو حد بقى لو حد في ايده سلاح، هو بمنتهى البساطه انا بس اهم حاجه الف ب سلاح مش سلاح، لازم انا ما اكونش عامل كده، لازم انا وشي ما يكونش يعني ما يكونش معدي وسط، ما يبقاش قريب للخبطه بتاعته. سيان انا عامه كده كده لازم وشي يبقى شايف وسطي، النقطه دي مهمه جدا في اي موقف، يعني ابقى واقف كده ما اكونش كده، لان الميلي ده هيفرق. هيفرق في ايه؟ فمثلا في ضربه لو هو مثلا بيضرب كده، مجرد ما انا بص انا خرجت كده والدينا وانا كنت عامل كده ودي اتنطرت انا كده رشقت في وشي، فلازم انا مجرد ما انا عملت كده اهو اضرب كده تاني. انا كل اللي انا عملته ان انا بس لفيت بجسمي، انا كنت واقف كده ستريت وهو جه قمت انا لفيت بجسمي. طب لو جه مثلا من ظهرك، يعني لو جه من الجنب مثلا، انت كده شايفه فيس تو فيس، لكن لو هو لو جه من الجنب مثلا. طب نكمل للناس دي بقيتها ايه؟ ماشي. ونعمل اللي في الظهر. تمام كده؟ مجرد ما انا مسكت كده اهو دي هتمسك دي كده اهو، لو انا هنزل بدي كده انا كده كده فصلت كده المفصل بتاعه عن كوعه ودي هتبقى خلاص. واتكسرت ايده ولا لا؟ طبعا اتكسرت. هممني ان ايده تتكسر عشان يعني هل ده بيدي تاثير قوي يعني؟ وممكن نفس الحركه، ممكن نفس الحركه اضرب كده تاني، لو انا عملت كده اهو دي كده الكوع ده، الكوع ده كده، ده كده خلاص هو كده، كل ما انا هضغط على فوق هو لازم هيسيب. كل ما تضغط على الكوع ايدي دي هتفك. من هنا يعني الكوع ده نقطة ضعف. الكوع ده نقطة ضعف بس في حالة لما انا اعرف اوظفه صح، يعني ما ينفعش مثلا يبقى هو تاني كوعه كده ومنشفه وانا اجي اضغط كده، هو كده هيبقى هو الاقوى، لكن هو لو اتجاه قوته رايح هنا اهو، لا افرد ايدك كده ناحيتي كده اهو، كده هبقى انا المتحكم فيه. تمام؟ انت سالتيني لو هو جاي من الظهر. هو لو هو جاي من الظهر. كتير كمان من اللي بيبقى معاه سلاح دوت دايما مثلا بتبقى الخطورة انه بيبقى جاي من ظهرك. بصي هو وضع الظهر ده ليه شكلين، يا اما كده يا اما كده. نختار واحد، نشرح اني واحد بقى فيهم للناس ده. ولا ده هو اللي انت عايزه؟ بس هو ده حاجه ولا حاجه ثانيه خالص يعني على فكره؟ يعني ايه ده؟ ده دبح كده ها كده؟ لا كده احنا بنتكلم في الاثنين، لو تثبيت، لو انا مثبت حد كده او لو انا مثبته كده ان هو ده مثلا ده وضع اسمه التثبيت. تثبيت لو انا مثبت حد بسلاح كده، عارفه ده بتاع طلع المحفظه والحاجات دي. بالظبط كده او كده. انا جيت ثبته عشان هو ما يلحقش ان هو يعمل اي رد فعل في وش اللي قدامه. فانا جيت ثبته وبقول له طلع اللي معاك اهو. ايوه اهو حاطط كده، سواء لولد او لبنت. فاحنا مثلا هنتكلم لو في ده. اوكي لو انا حاطط السلاح هنا في الجزء ده. امسك كده. اول حاجه انا لازم ادي وضع الاستسلام، ايديا دي لما تطلعش كده ولا تنزل كده، لازم تبقى عند ايه؟ عند مستوى كوعه. لحسن تتاذي. اول حاجه ايده ما ينفعش لا تطلع كده ولا تيجي كده، هي ايده ثابته هنا. فانا مجرد لو انا ضربت ايده كده انا خرجت السلاح بره الرقبه بعيد عن جسمك. تاني انا عملت كده اهو، لو ضربت كده اهو نفس الفكره، لو حطيت ايدي مثبت ايدي ورا كوعه وقلبت كده هو كده خلاص. جبته. تمام. طبعا جبته دي المفروض ان هو نزلته ملهاش قومه، عشان ما حدش يقول لي هو لسه هيقوم هيكمل عليك، انا لو نزلت كده جامد انا كسرت له كوعه. بمنتهى البساطه انا ما بنشفش قدامه، انا مش بلعبه ريست، انا باخد اتجاه قوته، هو اتجاه قوته كله رايح هنا اهو، انا ضربت هنا اهو كده اهو خرجت دي قوه ايده على قوه الخبطه بتاعتك. بالظبط كده، انا باخد اتجاه قوته واقلبه ضده. مش بقاوم قصاده. احنا ما عندناش قوه قصاد قوه، يعني مش 50% قصاد 50%، لا انا باخد ال 100% كلها بتاعته واقلبها ضده. تمام. طب ايه كمان؟ ايه كمان؟
لو هعمل يعني بقى لو حد بيحاول يلمس بنت او يعني لو جاي خلي دي معاك كده ثواني. انا بحس ايه لا متحرش يعني بص معاه العده بتاعته جاهز بكل حاجه معاه الادوات بتاعته هو لو جاي البنت خلاص جت مثلا اتمسكت هنا اوكي امسك كده ماشي انا مش هقاوم المسكه دي هخبط في حته ثانيه لكن انا هخبط فين انا لو خبطت في رقبته كده هو لازم هيسيب الخبطه دي مؤثره قوي هو كل اللي عمله ايه هو رجع برد فعل اعنف يعني تعالى كده تعالى هنا مكاني تاني هو دخل ماسك تمام انا كل اللي انا عملته ان انا بايدي دي خرجت هنا اهو هو لو كل اللي انا عملته لما هو دخل انا خرجت ايه انا خرجت بجسمي بس هي نفس الفكره برضو تاني يعني انت متخيل بنت هتقدر تعمل ده يا مينا فعلا بيعملوا ده معايا لا هي مش بنت هتقدر تعمل كده هي البنت فعلا بتعمل كده هو على فكره هي كلها اتعود طب يعني بقول لك ايه اتفضلي انا متاثره جدا انا هقوم اجرب اوكي هنعمل ايه نعمل ايه اختاري اصعب حاجه فيهم خليك تنفذيها طب استنى اصعب حاجه من الحاجات اللي احنا خدناها دلوقتي كلها اصعب حاجه طب ايه السكينه ولا مثلا لو مسكني هنا اوكي يعني مثلا حط ايدك كده وفي الهواء كده اكنك ماسك تمام انا بقى ايه انا بقى هخبطه هطلع بايدي كده اهو ودي كده اهو لا دي كده هتسيب لو خبطته جامد كده مش هخبطك قوي يا عبد الله كفايه يعني كفايه اللي انت شفته انا مش هخبطك جامد قوي كده هينط بعيد عني اقول لك على حاجه حتى لو اتعملت مش هتبقى مؤذيه بصي لو انا ضغطت في الحته الفاضيه اللي تحت الحنجره دي كده اهو بصباعين هو لازم هيرجع كده بصي كده اهو وبقدرت عليه وخلاص كده فكيت المسكه طب هو دلوقتي رجع هو طبعا اكيد هو هيرجع بقوه يعني اعنف ماشي فهو كل طول ما هو داخل كده اهو هو داخل بايده كده تمام ايدي هتروح من هنا لا 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 انا مش بقاوم انا ما بجيش ناحيه الايد دي خالص انا بشوف حته ثانيه لا انا بخرج بخرج بجسمي كده تعالى كده اهو استنى يعني هو جاي فانا بقوم عامله كده وعامله كده ايوه بالظبط صح كده بس ما بقاش بس ازاي بقى طب كده ازاي ما هو اقوى مني ايديه اقوى من ايدي يا مينا هو يعني بغض النظر عن عبد الله لا خليني بس خليني اوضح حاجه للناس انا مش بقاوم نشف ايدك كده انا مش بقاوم كده هو دلوقتي كل اصل اتجاه قوته كده انا كل اللي عملته بس ان انا وديتها انا خدت كل وجهت القوه بتاعته في حته ثانيه عارفه لو حد جاي ضخم يكسر بابه وانت انا جاي فاتح الباب هو ايه اللي هيحصل انا خدت كل الباور بتاعه قلبته انا مش بقاوم قصاده هو كل ما هو بيضغط انا بس عملت كده اهو انا خدت الدفعه بتاعته طيب يلا حاول كده وريني يا عم بقى كده ولا ايه بالظبط كده وخلي بالك كل ما هو كان سريع وانا خفيت نفسي خلاص انا خدت كل الباور بتاعه حطيت بعد كده ايدي هنا هو انا ماسك هنا حطيت ايدي دي كده هو هقلبه من تحت لفوق هيتقلب معايا تعالى كده انا هنا ماشي طيب واحنا هنا بقى كده ويعني في وضع الانتصار كده انا سعيده بيك جدا يا مينا ربنا يخليك وانا اسعد وانا اتعلمت منك ويا رب المشاهدين كمان يكونوا اتعلموا وميرسي على الفقره الجميله دي ربنا يخليك ميرسي استنوني فقره تانية مع ضيف تاني بيحب مصر وبيموت في تراب مصر